يعني يجري الان الارق اللي كان في محافظه بورسعيد زي ما حضراتكم شفتوا المستشاره والقاضي طبعا قفل الصندوق في قطعه من البلاستيك بيكون صعب جدا فتحها ميت برشمه، وزي ما حضراتكم شايفين وواضح ان الصندوق النهارده الحقيقه مليان بالاصوات، يعني حقيقه يعني ان الصندوق مليان على اخره زي ما بيقولوها بالعادي كده. فده نتاج الاصوات النهارده. يمكن محافظه بورسعيد النهارده شهدت اقبال كثيف جدا من الناخبين، يمكن احنا كنا لسه موجودين معاكم. الحقيقه ان اللجان يعني لا تزال حتى الان امامها مواطنين وباعداد كبيره، وطبعا بيتم ختم قدامها مواطنين وباعداد كبيره توافدوا النهارده في اليوم الثاني على انتخابات او على لجان انتخابات رئاسه الجمهوريه في محافظه بورسعيد. كان في اعداد كبيره من المواطنين، كان في حشود ليست بالقليله من المواطنين النهارده في محافظه بورسعيد على لجان الانتخابات او لجان الاقتراع، ودي مشاهد اغلاق اللجان. والمشهد الاجمل فيها الحقيقه هو ان الصندوق مليان على اخره.